أولى جلال هذه الولايات الفتية بمقدرات ومؤهلات صناعية وفلاحية هامة، ولتوسيع هذه الاستثمارات مشاريع طاقوية هامة استفادت منها الولاية على غرار منطلق جديد متوسط التوتر لتدعيم شبكة الكهرباء ببلدية رأس الميعاد، ومشروع للتموين الغاز الطبيعي ببلدية سيدي خالد. كنا بقش ذيك قاعة الغاز ما كنا نجيبوها حتى، واللي ما عندوش لها غالب يجيب. كل يوم احنا عندنا في الشتاء في البرد في السخانة في، والله غير رحمتك يا ربي، الحمد لله يا ربي. وببلدية الدوسن هذه السلة الغذائية المتنوعة بمحيطاتها الفلاحية الواسعة تستفيد هي الأخرى من مشروع التموين بالتوتر المتوسط والمنخفض، إضافة إلى محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ببلدية ولاد جلال. بالنسبة للمشروع هذا راح نتنى مشكل المازوت ومشكل الأعطاب اللي تعاني منها الفلاح، وبإذن الله النتائج راه مضمونة بإذن الله. نشكر الدولة على هذه المجهودات اللي راهي تقوم بها، وهذا المشروع هذا يعني في الحقيقة راه استفاد منه كثير من المواطنين. في كل ما يكون الدولة تدعم الفلاحين أكثر راح يكون الإنتاج أكثر، هذه ما فيها حتى نقاش. من أهم المحطات اللي زرناها هي مشروع محطة توليد الكهرباء الشمسية 80 ميجاوات التي سوف تعطي دعم إضافي للولاية بتوفير كمية هائلة من طاقة، والتي تدعم كذلك الشبكة الوطنية والمحلية لولاية ولاد جلال لكذلك تفعيل عدة نشاطات وأهمها النشاط الفلاحي في الولاية. محيطات كثيرة أنجزت في الولاية، 84 محيط فلاحي تم توصيله بالكهرباء في ولاية ولاد جلال، وسوف نواصل هذه العملية في إحصاء الفلاحين المتبقيين. مشاريع الطاقة المتوفرة بولاية ولاد جلال تأتي دعما للنشاط الاقتصادي والفلاحي والنسيج الاجتماعي بهذه الولاية الفتية.